بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم من أكاديمية حسونة، معاكم أخوكم أحمد محمود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 157 من كورس Visual Basic .NET Forms Part. دلوقتي هدخل على Documents، هدخل على Visual Studio 2015، هدخل على Projects وهجيب Project بتاعنا اللي هو Person Data، وهاخد منه نسخة Copy Paste وغير اسمها، هخليها person data with error، اوكي، with error provider، وهدوس على enter وهدخل جواها وهشغلها. ده البروجكت اللي عندي، ماشي كده يا جماعه؟ طبعا فاكرين البروجكت ده، عملناه قبل كده بفضل الله. ايه في الكلام ده؟ ادي ايه البروجكت. هات الشاشة يا باشا، اهو ماشي. ده كده ايه البروجكت. طبعا هيفتح بقى بالصور اللي فيه كل حاجة، لان خدت منه نسخة كوبي بيست. فلو عملت show with image اهو، فاكرين لما كنا بنجرب عليه بفضل الله. طيب المهم دلوقتي عايزين نعمل ايه بقى؟ عايز استخدم اداة جميلة جدا اسمها error provider. فين الايرور بروفايدر؟ بص انت عندك هنا مدخلات. الايرور بروفايدر بتخليك تطلع الخطأ للمستخدم في شكل شيك. يعني ايه خطأ؟ يعني انت معترض على حاجه. يعني مثلا لو انا شغلت كده ورحت عامل اد وده فاضي، هل انت تحققت من حاجه زي كده؟ هنا خد بالك، هنا انت تحققت صح. بليز انتر قول ايه صح، تحققت بطريقه معينه. يعني بص لو انا سبتهم فاضيين ودست طلع لك رساله كده وقفل، بص البرنامج واقف، لازم ادوس الاول على الرساله وفاهم. لا الايرور بروفايدر بقى لا، اشيك من كده. الايرور بروفايدر لو انت عملتها اشيك من كده بكتير، ماشي. فالمفترض ان انت الالف شغلك، فانا شغلي انا هتحقق من البيانات هيكون قبل الالف. يعني ايه؟ يعني هاجي هنا دي مش هخليها اور بقى، دي اروح نازل انتر بيها كده واروح اعمل لها ايه السف بالمنظر ده، ودي هنزل بيها كده واروح اعمل لها السف بالمنظر ده، واخد بالك، وهيبقى كله زنات. وهشيل المسج بوكس بقى، لا مش هشتغل بطريقه المسج بوكس خلاص، كل واحده بقى هتتحقق بيها بالايرور بروفايدر. بص انا هنزل ايرور بروفايدر واحده، ينفع انزل ايرور بروفايدر واحده لكله؟ اه ينفع، مفيش مشكله. عايز تنزل لكل واحده ايرور بروفايدر؟ والله براحتك، بس الاريح كفايه واحده في الشاشه. فانا هروح للتول بوكس، تنزل منين دي؟ الايرور بروفايدر هتلاقيها في الكومبوننتس، دبل كليك عليها هتنزل لك فين؟ هنا، شايف نزلت لك في تحت اهي، ماشي. تعال نسميها اي بي ايرور بروفايدر، يعني اي بي ماشي. وليها ايكون تقدر تغيرها، تقدر تعمل انت عايزه، ليها ايكون انا مش هغيرها، هي حلوه الايكون دي، جميله جدا يعني، تعبر عن الايرور، اوكي خلاص. المهم ادي الاي بي، تيجي هنا بقى في التحقق. هنا يدخل لو حصل مشكله فين؟ في التي اكس تي اي دي، وهنا يدخل لو حصل مشكله فين؟ ترم كده كده بتشيل لك المسافات من الاول ومن الاخر، فمش هيعرف يضحك عليك ويدخل مسافات ويقول لك ده انا دخلت مدخل يعني، لا خلاص. المهم هعمل ايه بقى؟ هاجي هنا وهقول له ايه؟ على فكره هقول لك على حاجه، انت هنا هتخليها تحقق من واحده واحده. عايز اوضح لك حاجه بس، انت هنا هتخليه ايه؟ يتحقق من واحده واحده. يعني ايه؟ بص هجيب لك من الاخر. انا هنا هقول له ايه؟ هقول له الاي بي، هنده على الاي بي، عايز اصدر بيها ايرور، فهقول لها دوت عايز اعمل ايرور، يعني سيت ايرور. سيت ايرور بتديها هنا ايه في سيت ايرور؟ بتديها الكنترول اللي هو هيحصل جنبه الايرور او هيحصل فيه الايرور، اللي هو ايه هنا في حالتنا txt id. بعد كده كوما بتديها الخطا اللي انت عايزه يظهر، فهقول له ايه؟ هقول له هنا بليز انتر id، ماشي كده؟ حلو كده، بس كده انت اصدرت ايرور. شغل كده واوريك بقى شكلها جميل جدا. بص انا هسيبه فاضي وهدوس، بص الله شايف، بص وتيجي تروح تلمسها يقول لك اه بليز انتر اي دي، تفضل معترضه كده ما تشتغلش.
سيف ولوحدها حاطه جنب الكنترول ومظبطه كل حاجه، واخد بالك ازاي؟ طب بفضل الله ممتاز. ولكن عايز اقول لك على حاجه، لو انا خدت نفس الرساله دي كوبي، واخد بالك، وحطيتها هنا وحطيتها هنا وهنا، هدي له النيم طبعا وهقول له بليز انتر نيم، وهنا هدي له الادرس، وهنا هقول له بليز انتر ايه ادرس. ماشي، هنا ايه اللي هيحصل؟ هنا لو كله فاضي هيتحقق من اول واحده بس، لان انت عامل اف وال سيف. بص هو كله فاضي بس هو تحقق من اول واحده. طب نفترض ان انت عايز يتحقق من كله بقى، ما هو يعني ايه، ما هو انت كده كده بتطلع ايقونه ما بتطلعش رساله يعني، فمش هتحصل مشكله يعني، فاهمني؟ لما كله يحمر قدامه وهو يحمر يعني طلع الايقونه الحمراء دي، هياخد باله. ماشي، فتعمل ايه بقى يا باشا؟ بص اقول لك على حاجه، انت خلي دي كده بقفاله واحده، ماشي، وخلي دي بقفاله واحده. بص ركز معايا، خلي دي ايه قفايه ودي قفايه، ماشي، وخلي دي قفايه واحده نفس القصه اهي، اهي بص اف. والالس دي لا، الالس دي بقى حاجه تاني، الالس دي انا اخليها اف. اف ايه يا عم؟ ما تشغلش بقى، خليها ترو دلوقتي. ما يعني ايه ما تشغلش بقى، خليها. شوف هنعمل ايه دلوقتي ان شاء الله. خلاص، انت كده عملت ايه؟ انت كده هتخليه يتحقق من كله مره واحده. يعني ايه؟ يعني لو كله فاضي هيطلع ايرور للكل بنفس الايرور بروفايدر. اه يا عم ما تقلقش، ان شاء الله بنفس الايرور بروفايدر، بفضل الله ما تقلقش. فاهم الفكره؟ هنا بقى انا هعرف منين ان حصل مشكله؟ بسيطه خالص بفضل الله، بس هتخلي دي بقى ايه، لكل واحده ليها ايه، مش سطر واحد بقى، لان انت هنا عايز متغير تعرف منه. فهتيجي هنا تعمل متغير كده دم، متغير مثلا تسميه is valid all، يعني تحقق من الكل ده، as boolean، as boolean، وهفترض حسن النيه. يعني ايه هفترض؟ ان هو بترو، هفترض ان هو بترو، لازم افترض خلاص هو بترو. والله لو حصل اي خطا هخليه بفولس في اي واحده فيه، فبالتالي هخلي كل واحده بقى ايه ليها اند اف كده. هاجي انت مجرد فيجوال بيزك مدلعاك، مجرد ما بتيجي هنا وتبص كده بتعمل لك لوحدها كل حاجه اهي، واخد بالك؟ عشان اضيف بقى ايه جمل تاني، يعني كل واحده ليها اف مستقله تماما واكتب فيها كود اللي انا عايزه. فهاجي هنا هقول له في اي واحده، اي واحده لو دخل في اي ايرور يبقى الايز فاليد اول على فولس على طول يا باشا، عشان ما يشتغلش، عشان ما يشتغلش، لان انا هستخدم ايز فاليد اول دي تحت. بص هنا يطلع تبقى بفولس، وهنا يطلع تبقى ايه بفولس، وهنا يخليها ايه بفولس. يقوم اجي انا استخدمها هنا في الاف، فما يضيفش ابدا الا لو خرج من الكل من غير ما يدخل في ولا واحده تبقى فولس، لان هي اصلا مفترضه بترو. لو دخل في اي خطا تبقى فولس، فمش هينفذ. عرفت كده؟ حلو قوي بفضل الله كده. تمام؟ طيب تعالى بقى ايه؟ تعالى نشغل الكلام ده، تعالى نجرب كده. شغل وهدوس، بص كله طلع ايرور وما ضافش. كله طلع ايرور وما ضافش. طب نفترض ان انا جيت هنا ورحت مليت دي ورحت دايس، الله ده زي ما هو بقى. لا انا عايز اعمل ايه؟ عايز في كل مره الغي الايرورز. الغي ايه الايرورز؟ فقبل ما اعمل اي حاجه هنده على الاي بي، هنده على الاي بي وهقول لها دوت كلير. يعني ايه كلير؟ يعني احذفي كل الاخطاء اللي فيكي، كل الاخطاء لكل الادوات تتحذف، وبعد كده يرجع يتحقق من جديد. بس شغل بقى كده حتى عشان ايه يبقى فيها يعني حيويه شويه. بص هنا لما تيجي تدوس، بص حصل كده، ماشي كده. طيب جيت انت بقى رحت ايه، جيت عملت كده مثلا، لو جيت دوست اه شفت اللي انت دخلت فيها المدخل، خلاص اتلغى الخطا منها. تيجي على دي، تيجي تضحك عليا تحط مسافات، مش هياكل على الكلام ده اهو. تيجي تحط حاجه صح مثلا، اروح دايس اه شايف، خدت بالك؟ لغايه لما تملى دي وتضيف عادي جدا زي ما كنا شغالين. فاهمني؟ اخر واحد عندك هنا كان كام؟ اخر واحد عندك كان 4 4 4، تعالى نضيف 5 5 5. شغل كده اهو، اد لا 5 5 5، اد لا، خد بالك؟ رامي
اد لا لازم جيزه، خد بالك. والله بقى عايز تعمل الصوره براحتك بقى، خلاص انت كده عرفت اللعبه بفضل الله. المهم ادي سيلكت فوتو ماشي، وحط هنا اي صوره انت عاوزها، وهنروح دايسين على اد بس خلاص. شو كله موجود اهو، تمام. فكده الايرور بروفايدر دي تقدر تطلع بيها الايرورز بشكل جميل جدا بفضل الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة اكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد. وتأكد تماما انك اي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك، ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك اكثر، وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.